اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج كلام كبار. موضوع الفقره بتاعتنا النهارده بيتكلم عن العلاقات المؤذيه، وهو موضوع مهم جدا جدا وهيهم ناس كتير. بس قبل ما نعرف يعني ايه علاقه مؤذيه وايه انواعها، خلوني ارحب بفيروز. مساء الخير يا فيروز. مساء الخير عليك يا ساره، ومساء الخير على كل بيشوفونا في حلقه النهارده. زي ما ساره اتكلمت وقالت ان احنا النهارده هنتكلم عن العلاقات المؤذيه، هي ما بتتصنفش في نوع محدد او في سن معين من العلاقات. ممكن نقابلها في اهلنا، في اخواتنا، في اصحابنا، في ارتباطاتنا، مخطوبين، متجوزين، الحاجات دي كلها. خلونا بس نتكلم عن احنا ازاي نلاحظ اننا في علاقه مؤذيه. انت امتى او ازاي تشوفي او تحددي ان انت في علاقه مؤذيه؟ بصي، هو قبل ما نحدد احنا ازاي اصلا ممكن نكون في علاقه مؤذيه او كده، في ناس بتوهم نفسها ان هي في علاقه مؤذيه، بس ده بيكون مجرد وهم. ازاي يعني؟ كل واحد فينا بيعبر عن طريقه اهتمامه او حبه للشخص التاني بطريقه مختلفه. هقول لك مثلا يعني مثال. مثلا انا بعبر لفيروز عن اهتمامي بيها او حب ليها منها، اقول لها انه شكلك حلو، شعرك جميل النهارده، لبسك شيك كذا. فيروز ممكن ما بتبقاش تعرف تقول كلام حلو. فيروز ممكن تكون يعني بتعبرني عن اهتمامها بحبها ليا، باهتمامها اللي هو تسأل عني على طول. بس انا ما ترجمش ده، يعني اترجم انه ما دام فيروز ما بتقوليش كلام حلو يبقى فيروز ما بتحبنيش. فده نبعده يعني عن مسمى العلاقه المؤذيه. العلاقه المؤذيه دي لما نلاقي نفسنا في علاقه، مثلا لو بدانا بالصحاب، مثلا لو لقينا نفسنا ان احنا بنبذل افورتس وبنبذل طاقه على الشخص اللي قدامنا من دون مقابل، هو مجرد بيستقبل منا بس وما بيديناش اي حاجه حلوه او اي بوزيتيف انرجي، ده ساعتها يبقى الموضوع يعني علاقة مؤذية. نلاقي نفسنا ان هو يعني احنا بس بنقدم خدمات ليه وهو ابدا ما بيعملناش حاجة، ساعتها دي تبقى علاقة مؤذية بين الصحاب. طب انت في الحالة دي تحبي تعاتبي اللي قدامك؟ ما هقولك على حاجة، مش كل الناس نقدر نحطها في يعني في حتة ان احنا نعاتبهم. مش كل الناس هتفهم عتابك ان هو محبة واهتمام. في ناس ممكن تفهم ان هو ضغط، يعني تقولك انت على طول بتكلميني، بتضغطي عليا، بتعاتبيني، انت مش بتقدري الظروف. فمش كل الناس نقدر ان احنا نعاتبهم. بنجرب مره نفع الموضوع، لقينا ان الشخص اللي قدامنا حابب العتاب ده او حاسس ان ده حب، ساعتها بنكمل في العتاب. لا خلاص ببطل عاتب وبسكت. بس خلي بالك في ناس كتير قوي ما بتعرفش تعاتب. يعني انا واحده من الناس، انا مش بعرف اعاتب اللي قدامي على اي حاجه هو بيعملها. بالنسبه لي اللي هو انت عملت طيب خلاص اوكي، ببتدي اخد انا جنب، ما بعرفش اعاتبه. ما هو في الحته دي لو انت اخدتي جنب وهو لاحظ او هي لاحظت، لو هنقول بقى صحاب، لو هي لاحظت ان انت خدتي جنب هتيجي تسالك، ساعتها هيبان ان هي ايه يعني مهتمه بيكي. بس فدي في موضوع الصحاب. فالمخطوبين بقى اسيبك انت بقى تتكلمي. المخطوبين خلينا نتكلم عن ان في ناس بتستغل اللي حواليها بطريقه مباشره او غير مباشره. ما ينفعش افضل اضغط على اللي قدامي بطلبات كتير هو ما يقدرش يعملها، ما ينفعش استغله، ما ينفعش تكون حياتنا كلها مثلا يعني انا عايزه اعمل كذا فهو اللي قدامي هيعمل لي اللي انا عايزاه بغض النظر يعني هو فارس يعمل احلامي ايه. يحقق لي كل اللي انا عايزاه، مفيش حاجه اسمها كده. مش بنك او هو بالزبط. مش اللي هيجي يصرف عليا او يعمل الحاجات دي، ما اعتقدش ان دي مناسبه يعني. بالظبط. احكي لنا موقف مثلا تعرضتي له او شفتيه في حد حواليكي بعينك. لا بصي، هو يعني معظم البنات بتبقى معتمده، يعني لو هنيجي على البنات دلوقتي، مثلا معظم البنات بتبقى معتمده يعني على الشخص اللي قدامها اللي هو انت هتعمل لي كل حاجه يعني هتجيب لي انت اللي هتهتم وهتهتم وانت اللي وهتعمل هتكلمني. وكله، وانا هتقل. زي ما قلت انت قبل ما ندخل قلتي ايه؟ تامر حسني كان بيقول حب البنت تسيبك، سيب البنت تحبك، حاجه زي حاجه كده. كده. فاللي هو لا، ده في البلاد يعني. انت مثلا مع في المبدأ ده؟ لا، وما اعتقدش انه بيمشي مع كل الناس يعني. لا انا اقصد البنات برضو ماشيه بكونسبت ان انا لما اتقل عليه فهو هيجيلي. ليه؟ طب ليه نتقل على بعض؟ ما نخلي الموضوع يعني مريح عشان نقدر نكمل، يعني انت فاهماني؟ فالموضوع ده غلط. وبرضو كونسبت الولاد اللي انت قلتيه، حب البنت تسيبك، سيب البنت تحبك، ده مفيش حاجه اسمها كده. اي بنت في الدنيا بتبقى بتحب الاهتمام وبتحب ان اللي قدامها يبين لها ان هو مهتم بيها وبيحبها. هو انا بالنسبه لي البنت كده لازم تكون هانم حاجه كده. ايوه، ما هو ما نبقاش مدلوقين قوي ولا نبقى برضو يعني اوفر. في بنات اوفر اللي هو تشوفه بيتصل ما تردش عليه، اصلي هتقل.
لا ما هتبقى توكسيك، علاقه دي مؤذيه. ليه هو يبقى بيجري وراك؟ هي يعني ليه احس بالفخر لما حد يبقى بيجري ورايا؟ فاهمه ليه احس ان كرامتي بتبقى كده؟ اه انا جميله. بس في ولاد برضو بتبقى مبسوطة جدا لما البنات هي اللي تجري وراهم وهي اللي انا تعمل. بحس ان دي حاجات بتبقى نفسيه، بيبقى هو نفسه مش واثق في نفسه، او العكس البنت ما بتبقاش واثقه من نفسها. فاهماني؟ تبقى الشخصيات غير سوية. بالظبط. طيب إيه، نتنقل بقى على المتجوزين. اه ده موضوع بقى تاني. بصي، في المتجوزين بيبقى الموضوع يعني بتبقى في التفاصيل اكتر، ما بيبقاش في حاجات واضحه قوي. بيبقى مثلا هو معتمد عليها في كل حاجه، اكل وبيت وتودي والولاد والدروس وكل حاجه، وهو مجرد ان هو بياكل وبيشرب وبيروح الشغل. وساعتها تبقى الموضوع ده مؤذي نفسيا وجسديا للست. وساعات الست بتتعامل مع جوزها نفس موضوع المخطوبين، ان هو برضو بنك متحرك وما بتهتمش ليه، بتقول له انت مش بتاكل وبتشرب، خلاص عايز ايه تاني؟ لا ما هو الجواز مش اكل وشرب. لسه احنا في الخطوبه افتكري. هي شركة بالظبط فيها حقوق وواجبات، ولازم يعني ما بالظبط دام هسأل على حقوقي يبقى أكون عاملة واجباتي في الأول. بالظبط. طب إيه ده رأيك في المفروض. الرجالة اللي بتبقى سايبة البيت ليل نهار وقاعدة على القهوة ومش سائلين في الدنيا؟ بصي، هو احيانا ده بيبقى بسبب يعني مراتاتهم، ان هي بتبقى زي ما بقول لك، ما بتبقى مؤذيه ليهم، ما تبقاش مهتمه بنفسها، تبقى دايما قاعده لوحدها مش مهتمه بيه. وساعات بيبقى الراجل نفسه زي ما بيقولوا يعني بيحن لفتره اللي هو الشباب. الخطوبة. لا الشباب بقى، اللي اوكي هو قبل قبل ما اكون في ما حياته اصلا. يرتبط اصلا. اه لا ما اعتقدش ان في رجالة هتسترجع ذكرياتها وهي لوحدها، يعني اكيد لا على فكره هتسترجع في كتير، الذكريات وهي عايشة حياتها بس بطريقة تانية. يعني في بصي شخصيات كده كده بتختلف، يعني من شخص لشخص الموضوع بيختلف. طيب انت ايه رأيك في البوينت او في الطريقة اللي الناس بتتعامل بيها انها دايما حطاكي تحت ضغط عدم اختبار ثقتي يعني، فيكي؟ اه انا دايما بختبرك، ما ده تنفعي غلط. صاحبتي ما تنفعيش، اثق فيكي ما اثقش، بصي بتكذبي لا، هو فيني. الموضوع ما بيبقاش كده، ما بيبقاش ان انا حطاكي في اختبار او ان انا، لا هو الواحد بياخد باله من التصرفات طبعا. حدث ان حد يصاحب حد عشان يحطه تحت اختبار، ده موضوع ضغط نفسي، واللي قدامك هيلاحظ. اصل قدامك مش عبيط، فاهمه؟ هيلاحظ انت حاطاه تحت ايه، او ان انت على طول مركزه ومراقبه. الموضوع ما بيبقاش لطيف، بس احنا بنقول عشان ما نقعش في حته العلاقه المؤذيه، احنا نبقى مركزين. هل انا بس ببذل طاقه على اللي قدامي وخلاص، ولا هذا الموضوع متبادل ما بيننا حتى لو بطريقة مختلفة؟ ودلوقتي بقى احنا المفروض نركز، لو احنا خلاص اكتشفنا ان احنا في علاقة مؤذية نعمل ايه؟ يا اما نتجاهل الوضع، مش بمعنى نتجاهله يعني نبتدي نعاتب زي ما انتي قلتي في الاول، او نعمل زي ما انا قلت ان يعني الناس اللي ما بتعرفش تعاتب تبتدي تاخد نسكته. جنب. لو انا هتقصدي بدي حاجه ما اديهاش، بالظبط، ده اللي انتي كنت نبطل عايزه ناخد تقوليه في الاول. الفيرست. بالظبط. وزي ما قلت لك، لو الشخص اللي قدامك لاحظ، سواء بقى صاحبتك خطيبك جوزك، لو لاحظ يبقى لا هو مهتم بيكي، بس في حاجه شغلاه. لو ما لاحظش وعدى شهر اتنين ومن غير اي فايده، لا يبقى هو احنا كده كروس، انت ما تنفعيش صاحبتي مثلا. فكرتيني بموقف لاتنين اعرفهم يعني من صحابي كانوا مرتبطين وحصل بينهم نفس الموضوع. بيبقى هي دايما بتاخد هي اللي بتاخد الفيرست ستيب مش هو، وهي اللي بتدور نعمل ايه، تركز في التفاصيل بالظبط. بتفكر وهو مفيش. فاحنا المفروض ان احنا يعني اي علاقه نحس ان هي مؤذيه في حياتنا، المفروض ان احنا يعني خلاص نبعدها زي ما قلنا بالطرق دي، لانه في الاخر الموضوع ده مش هيأذيك غير انت، وهتبذل طاقتك على ناس ما تستاهلش. لما يجي الشخص الصح، انت هتلاقي ان انت ما عندكش طاقه تديها لهم او تناهد معاهم. فقرتنا خلصت، اتمنى تكونوا استمتعتوا معانا. نشوفكم في حلقة جديدة من كلام كبار كل خميس في نفس الميعاد.